كيك تشيك 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 اسم الالف ديل من فريق الأطرش مراحب الشباب ساري صبار كون زميل اليوم يا 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 من الطبيعة تعمل فوضى إذ العشير مخورة يا ريت الكل شبعان وحيوانات مروضة هيك بتبطل تشوف الطمعان ترك ضفير ومروصة لينقض عولاد الفزعان طالعين من صف الروضة كب حرام بين أفراد جيل النهضة بيستغلون هن وفراخ بيحضرون للثورة عبر جلسات غسيل دماغ بلاش مع كل دور التعليم ان تقسيم الحل مع انه أكبر غلطة بيطلع من الصف مشحون وراسه مضوى اللي بالوجه مسكر عطول وفيها تكون منورة قاعدين عم نرسم خطوط تماس تما نفوت ببعضنا طب شو دخلني الصقبي تيجينا على نفس الكوكب نضارب ع بعض مثل سوق السودا تع قله يطريها بيفكر ان من خوفه بتعلى نبرة صوته فبتعلى نبرة صوتك هلا تع مين نوصل لنعرف كيف نتحدث شو ناسب لبنان لعناد عنا مقدس والاهم من هيك ان بهمه يكون الحدث قد ما الروس عم تكبر السقوف عم تتبخش انتبه عم بجمل كل واحد بلبنان بخش ان كان عربي فرنجي او مبندق من اتنان بعضه بيقعد معك بيتغدى ولك كيفك شو نسيت قدام من حصتك لقمش 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 خي انا حابب بلدي بس اللي فيه عم بيستخرجوا من دم للإجابة فما عم شوف الا سلب قدامي شو سلبي كيف صار كل شي سلب الهامة ولك خي انا حابب بلدي بس اللي فيه عم بيستخرجوا من دم للإجابة فما عم شوف الا سلبي قدامي شو سلبي كيف صار كل شي سلب الهامة اسمع الاحسن بطارية ضحك على المعترين قالوا العلماء هاي بتضاين سنين وسنين باتقان على العلام صرت لحزب بلا علام لكل هو امان ع خطابك مسلان انا بحس لعيان واذا رجعت انت المسؤول علنان جهدك مبتزل ومش مبذول عليك ملزق كبقى عتيبك مبذول مبسوط فايت عالجامع لا تزور المفهوم انك من جانب مبين معتوه مبذول مبتوه الا حول العيوب مجبور فاني جبرني سمي المعيوب لاني زلمي عايش بعجلي كاني اني بالفيت بحلبي مستعمل قلمي ممثل بلدي جندي مدني حضرتي فالعصيان المدني ان شاء الله ما حيكون الا بسببي بلدي بس اللي فيه عم بيستخرجوا من دم الإجابة فما عم شوف إلا سلبي قدامي شو سلبي كيف صار كل شي سلبي الهامة أنا حابب بلدي ساري صباح وقد أهلا وسهلا فيكم من فريق الأطرش أنتوا أربع أشخاص ما هيك؟ نحن أربع أشخاص اثنان أمسيز بازيست وبيت بوكسر هو بيعمل إيقاع بيتمه ليه فريق الأطرش؟ فريق الأطرش هيدا عادة فايز بيجاوب على هذا السؤال بس حقلك ليه نحن منمثل الفئة اللي انطوشت من الفساد وكل العجقة اللي عم بتصير بالبلد فنحن سمينا حالنا أنه فريق الأطرش لأنه مندلع هول العالم المطوشين يعني من المجتمع والخراب اللي عم بيصير فيه طرش أحسن يعني بيكون بهيك حالات لما يكون في هالقد في فساد سمعي يعني فيك تقول نحن بديل عن أنه نقدم لك موسيقى حلوة تنسمع لهول اللي انطرشوا من اي شيء عم بيسمعوا وعم بيصير معهم عم تحضروا شيء هلا بمتر نعم. المدينه شو هو هيدا الايفنت هي الليله اللي هي ليله شعر اسمها حكيله ليله شعر مين بيقول شعر كذا بجيب كذا حدا من اللوكال سين من فيك تقول انه اللبنانيه معظمهم ومعظمهم هيك انه they're young يعني شعراء شباب شعراء ورابرز وبيلعبوا راك بيلعبوا موسيقى ارتجاليه فبجرب يعني فيك تقولي طلعت الفكره كرمال اجمع ارجيهم انه الراب الموسيقى مش اللي لازم يخافوا منها عاده طالع على الراب صيت ما حلو طب عم تستعملوا السهل الممتنع والامثال اللبنانيه ساري بتعملوا رقابه ذاتيه على كلماتكم على شو بدكم تقولوا اجباري يعني بتعرف نحن بوضع انه اجباري بتضل في شويه قيود على الحكي ما فينا نطلع مجبورين مش مقتنعين مش مقتنعين بس لكن بالايفنتس اللي بتصير عنا اللوكلي بتلاقي شوي ما في قيود ونذكر بس المشاهدين حكي لي بمترو المدينة ب 29 الشهر 29 الشهر وحاطلب فيها الالبوم الي كمان ونحن دائما معكم اهلا وسهلا بالجميع دائما معكم والكم وانتم للناس عم تقدموا شيء كثير حلو لنا يعني من قلبنا كل التوفيق لكم شكرا كثير نورتونا بالبرنامج ثانك يو